بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحاط بكل شيء فلم تخف عليه خافية، ولم يغب عنه سر ولا علانية، ظهر فلم تشك فيه البصائر، وخفي فلم تدرك الأبصار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المتفرد بالكمال الأعلى ومستوجب الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، الذي عظم أخلاقه وطهر أعراقه وأخذ على النبيين ميثاقه، صلى الله عليه وعلى آله أئمة الأنام وحملة لواء الإسلام. اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء البررة، الذي غمسته في بحر الفضيلة وحبوته بالمنزلة الجليلة، أكرم الدعاة إلى الله وسيد القوامين بأمر الله، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل وسلم على وليد الكعبة وعلي رتبة، قالع الباب وهازم الأحزاب، ومحيي الليل البهيم بالتهجد والاكتئاب، سيدنا ومولانا أبي الحسن والحسين، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم صل وسلم على المعصومة الطاهرة والمظلومة الصابرة، قرينة الأوصياء في العصمة ووارثة الأنبياء في العلم والحكمة، بضعة الرسول سيدتنا ومولاتنا أم الحسن والحسين فاطمة الزهراء عليه السلام. اللهم صل وسلم على سيدي الشهداء والإمامين بأمر الله، قاما أو قعدا، معدني الجود وكريمي الآباء والجدود، سيدنا ومولانا أبي محمد الحسن المجتبى عليه السلام، وسيدنا ومولانا سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. اللهم صل وسلم على أنوار العارفين وقرة أعين الناظرين والأدلاء إلى النجاة يوم الدين، السجاد علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى ورضا علي والجواد محمد والهادي علي والعسكري الحسن، صلاة كثيرة دائمة تكون لله رضا ولشيعتهم ومحبيهم شفاعة ورفعة وعلوا. اللهم صل وسلم على جامع الكلم على التقوى، والصادع بالحكمة، وكاشف البلوى، والمعد لأوتار الأنبياء، والمرتجى لكرامة الأولياء، نصر الله المدخر وعدل الله المشتهر، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد ابن الحسن، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وأصلح لهم أعمالهم، وحقق برحمتك آمالهم، وقهم كل فتنة، واكفهم كل محنة، واصرف عنهم نوائب الدهر، إنك ذو رحمة واسعة وفضل عميم وإحسان قديم. أيها الأخوة والأخوات، نقرأ على مسامعكم الكريمة مقطعاً آخر من عهد أمير المؤمنين عليه السلام لمالك الأشتر، يتضمن مبادئ مهمة للحكام والساسة، بل بعضها يهم عامة الناس أيضا، ويضمن من خلال العمل بها انتظام أمور الحكم واستقرارها وسعادة الناس وتطور الحياة وازدهارها، وذلك لمن كان له أذن واعية وقلب يفقه به. فيقول عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: والصق بأهل الورع والصدق، ثم رضهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة، ولا يكونن المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء، فإن في ذلك تزهيدا لأهل الإحسان في الإحسان،
وتدريبا لأهل الإساءة على الإساءة، وألزم كلا منهم ما ألزم نفسه، ولا تنقض سنة صالحة عمل بها صدور هذه الأمة واجتمعت بها الألفة وصلحت عليها رعية، ولا تحدثن سنة تضر بشيء من ماضي تلك السنن، فيكون الأجر لمن سنها والوزر عليك بما نقضت منها. وأكثر مدارسة العلماء ومناقشة الحكماء في تثبيت ما صلح عليه أمر بلادك وإقامة ما استقام به الناس قبلك. أيها الأخوة والأخوات، نشرح شيء من الإيجاز بعض هذه المقاطع من عهد الإمام عليه السلام. كما بينا هي بالدرجة الأساس تهم من يتصدى للحكم وإدارة شؤون البلاد العامة، فتهم الحكام والساسة، والحاجة إليها لهم أأكد من حاجة بقية الناس. ولكن مع ذلك هي تهم من هم أدنى من هؤلاء الحكام والساسة، من يتصدى لشؤون الإدارة بصورة عامة، يعني مثلاً من قبيل مدير العام، من قبيل مدير المدرسة، من قبيل مدير الدائرة، وهكذا من يتصدى لإدارة شؤون مجموعة من الناس لكي يدير شأناً عاماً ويهم مجموعة من الناس، وأن كان الشأن سياسياً أم إدارياً أم اقتصادياً أم مالياً أم زراعياً أم في بقية شؤون الحياة، بل بعضها يهم حتى رب الأسرة باعتبار أنه يدير شؤون الأسرة وعليه أن يأخذ بها إلى بر الأمان والسلامة والسعادة. لذلك إنما نبين هذه المقاطع هي بالدرجة الأساس الحاجة إليها آكد وأشد بالنسبة إلى الحكام والساسة، لكن لا يعني أن هذا المنهج الذي بينه الإمام عليه السلام لا يهمنا نحن البقية، لا، بل يهمنا أيضاً بقدر وإن كان أقل، فعلينا أن نلتفت، نعي، نفهم، ندرك هذه المعاني، نحاول أن نعمل على تطبيقها لكي نضمن إلى الوصول إلى الأسلوب السليم في إدارة شؤون الناس، سواء كان عدد الناس كبيراً أو كان بعدد أقل. فيقول الإمام عليه السلام في عهده هنا: والصق بأهل الورع والصدق، يعني لازم قرب إليك من يتصف بصفة الورع، الخوف من الله تعالى، يتورع عن الوقوع في الحرام والفساد في المال والخلق. قرب من هم يكونون صادقين، من يخلصون لك في المشورة، من يبينون لك حقائق الأوضاع ويبينون لك ما هو الصحيح، ما هو السقيم، ما هو الصح من خطأ في كيفية إدارة شؤون البلاد، يبينون لك حقائق الأوضاع العامة التي يعيشها الناس، ولا يزيفون لك ما هو حقيق وما هو واقع. بعكس من يكون متملقاً متزلفاً، الذي يزين لك الباطل، الذي لا ينقل لك الوقائع وحقائق الأمور وحقائق الأمور العامة للناس، الإمام ينصحه بأن يقول له: والصق، أي قرب هؤلاء الذين يتصفون بالورع، الذين يتصفون بالصدق، الذين يخلصون لك في العمل، الذين يخلصون لك في المشورة وبيان الرأي الصحيح، هؤلاء قربهم، هؤلاء لازمهم. أما الذين لا يتصفون بهذه الصفة، الذين لا يتورعون عن الحرام، الذين يغشونك ولا يبينون لك الحقائق ولا يبينون لك الأوضاع العامة التي يعيشها الناس، هؤلاء لا تلازمهم، لا تقربهم. يقول الإمام عليه السلام: والصق بأهل الورع والصدق، ثم رضهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله. يقول الإمام عليه السلام: هؤلاء الذين تقربهم، نبين معاني الكلمات، الإطراء والمدح والثناء الكثير، رضهم، روضهم من الرياضة، التدريب وبمعنى التأديب والتعويد على هذه الصفة، على أن لا يمدحوا، ثم رضهم على أن لا يطروك. عادة ربما الكثير من الحكام يحب الإطراء والمديح والثناء،
ويخشى من الذم وبيان الحقائق والوقائع التي تبين له حقيقة سياسته وإدارته لشؤون البلاد والعباد، فيكون من هو قريب منه من تعود أن يتملق ويتزلف ويثني ويطري ويمدح كثيرا ويصور الباطل حقا والحق باطلا. يقول الإمام عليه السلام: هؤلاء أهل الورع والصدق، أولا قربهم إليك، اجعلهم هم المقربين يلازمونك، ثم بعد ذلك أدبهم، عودهم، روضهم على عدم المدح لك. تارة الإنسان يمدح ويثنى على أفعال حسنة، وتارة يمدح على أمور سيئة تركها. يقول: هؤلاء لا تعودهم على المدح والثناء والإطراء. لماذا؟ لأن هذا الاستمرار في الثناء والإطراء يؤدي إلى فسادك أيها الحاكم وفساد المادحين أيضا. كيف؟ هذا المدح والثناء يؤدي بالنتيجة بالاستمرار وبصورة تدريجية إلى أن يصاب الحاكم والسياسي بالعجب والغرور والاعتداد بالنفس والتكبر والاستعلاء على الآخرين. لأن هذا الذي يمدح ويثني يذكر أفعالا حسنة يظهر للحاكم أنه أفضل من الجميع، هذا بالاستمرار وبالتدريج يؤدي إلى أن يصاب الحاكم بالعجب والغرور والتكبر والاستعلاء، وهي صفات ذميمة جدا تؤدي إلى هلاك الحاكم وشقاء الناس الذين يدير شؤونهم. وكذلك بالنسبة إلى هؤلاء الذين يمدحون أيضا يؤدي بالتدريج إلى فساد قلوبهم، لأنهم سوف يخفون الحقائق ويزينون الباطل ويصورونه بصورة الحق، فلذلك مضار هذه الصفة إنما تكون على الحاكم وتكون على هؤلاء المادحين. لذلك الإمام ينصح ويقول: روضهم على أن لا يمدحوك، بل يكون كلامهم فيه إظهار للحقائق وبيان لأمور وصفات ربما تكون فيك سلبية، ربما سياستك هذه ليست صحيحة، ربما أحوال الناس في سوء، ربما هناك ظلم، لابد أن هؤلاء القريبين منك يظهرون لك الحقائق أن هذا الأسلوب في الإدارة ليس صحيح، أن الناس تعيش في أحوال سيئة، أن البعض يظلم، هذه الأوضاع ليست صحيحة، كل هذه الصورة الحقيقية تنقل إليك. الإمام عليه السلام يقول: ثم رضهم على أن لا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله. يبجحوك بمعنى يفرحوك ويسروك. أحيانا الحاكم ينسب إليه فعل لم يفعله، ينسب إليه إنجاز عظيم، قيام بأمر عظيم وهو لم يفعله. هؤلاء المتملقون المتزلفون يريدون أن يسروك بأمور أنت لم تفعلها وينسبون إليك إنجازا عظيما. يقول: هؤلاء الذين تقربهم روضهم على أن لا ينسبوا إليك شيئا أنت لم تفعله. هذه من الأمور التي تؤدي إلى إخفاء الحقائق وإلى تزيين الباطل، وتؤدي إلى أن يصاب هذا الحاكم بالعجب والغرور والاستعلاء والتكبر وغير ذلك من الصفات الذميمة. فيقول: ولا يبجحوك بباطل لم تفعله. لماذا تروضهم على هذه الصفات؟ فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة. الزهو هو العجب، العزة هو التكبر والاستعلاء. هذا إنسان دائما تمدح به، هذا سنة سنتين ثلاث يصاب بهذه الصفات الذميمة، ثم تترتب عليها آثار ضارة. وهذه الصفة أيها الأخوة والأخوات، هذا التوجيه كما بينا للحكام أولا، ولكن كل من يتصدى لإدارة شؤون مجموعة من الناس عليه أن يتحلى بهذه الصفة. المدير العام، رئيس الدائرة، مدير المدرسة، في أي مكان إنسان يتصدى لهذه الأمور عليه أن يقرب هؤلاء الذين يكونون صادقين معه ويخلصون له في النصيحة ويربيهم على أن لا يكثروا له الثناء والمدح حتى لا يصاب بهذه الآفة. ثم يبين لنا مبدأً مهماً وأصلاً مهماً من الأصول الصحيحة في إدارة شؤون الدولة، بل في إدارة شؤون أي مجموعة حتى في داخل الأسرة، وهو عدم مساواة المحسن والمسيء. ثم يقول عليه السلام: ولا يكونن المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء،
فإن في ذلك تزهيدا لأهل الإحسان في الإحسان. يقول الإمام عليه السلام: الذي يحسن في عمله وأدائه، الذي يظهر منه المعروف والجد والاجتهاد في العمل والتطور والإبداع وغير ذلك من هذه الصفات الحسنة، ويكون فعله الإحسان والخير والبر، هذا كافئه، شجعه، قدم له شيئا حتى يشعر أنه قدم إحسانا وقد كوفي عليه. الذي يسيء لا تتركه، حاسبه، عاقبه حتى لا يتمادى في إساءته. هذا المبدأ الذي يسمى مبدأ الترغيب والترهيب، مبدأ الثواب والعقاب، مبدأ إلهي، مبدأ تعارفت عليه حتى المجتمعات وإن لم تكن تدين بدين. يقول الإمام عليه السلام: لا تجعل المحسن والمسيء بمنزلة سواء. السر في ذلك أيها الأخوة والأخوات أن الشخص الذي يحسن ويفعل الخير والمعروف هذا في الغالب ينتظر جزاء إحسانه، وحتى يبقى هذا الحافز، هذا المحفز، هذا الدافع، هذا الباعث على فعل الخير وأن يجد ويجتهد في عمله ويبتكر ويبدع، لابد أن نديم له هذا الحافز والمحرك له. وفي الغالب الناس في غالب أحوالهم إنما المحسن لا يؤثر فيه الصفة المعنوية والعقائدية، نعم تؤثر بنسبة ما، ولكن ليس هذا الدافع المعنوي والعقائدي في أغلب الأحيان هو الذي يكون محركاً، ولدى الكثير من الناس إنما يكون الدافع تحصيل المكافأة مثلاً، أو تحصيل رفعة المرتبة، أو أنه تحصيل الذكر الحسن وغير ذلك من هذه الأمور التي تحرك وتحفز المحسن والذي يعمل بإحسان ومعروف وجد واجتهاد. فحتى نديم لهذا المحسن إحسانه عليك أن تكافئه، أما المسيء عليك أن لا تتركه بل تحاسبه، تراقبه، تحاسبه وتعاقبه حتى يرتدع المسيء عن إساءته والمحسن يتحفز أكثر ويندفع أكثر لكي يقدم المزيد من الإحسان. فيقول: ولا يكونن المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء، فإن في ذلك تزهيدا. كان اللي يعمل يجد يركض ليل ونهار ويبدع ويطور ولا يرى مكافأة وإحسانا مقابل عمله هذا مكافأة وإحسانا وغير ذلك من هذه الأمور، يزهد، لا يرغب في مستقبل أيامه أن يبقى على جده واجتهاده وإحسانه. وفي نفس الوقت أيضا المسيء يتمادى في إساءته، إن سوي أن كان هناك مساواة بينه وبين المحسن، فإن في ذلك تزهيدا لأهل الإحسان في الإحسان وتدريبا تماديا لأهل الإساءة على الإساءة. وألزم كلا منهم ما ألزم نفسه، الذي يحسن يعلم أن هذا الفعل إحسان وفعله بإرادته واختياره وليس مجبر، ويعلم أن إحسانه سوف يكافأ عليه، فألزمه بما ألزم به نفسه. والمسيء يعلم أن هذا الفعل شر واعتداء وإضرار بالآخرين وفعله بإرادته واختياره، ويعلم أن جزاء هذه الإساءة العقوبة، فألزمه بما ألزم به نفسه من علمه بنتائج هذا الفعل. وهذا هو مقتضى العدل الإلهي ومقتضى العدل الذي يطلب للمجتمعات، أن المحسن يكافأ بالإحسان والمسيء يكون جزاؤه أن يعاقب. ولا تنقض سنة صالحة عمل بها صدور هذه الأمة واجتمعت بها الألفة وصلحت عليها الرعية. السنة المقصود هنا هذه الأعراف والتقاليد الصالحة والحسنة التي تنفع المجتمع وتوارثها المجتمع عن الأسلاف، وعمل بها في صدور هذه الأمة، صدر هذه الأمة، أول المسلمين قد عملوا بها. يقول يوجه الحاكم: إذا رأيت في المجتمع عرف، تقليد، عادة حسنة ونتائجها تقوي العلاقات بين المجتمع، تنشر الألفة والمحبة والتكافل فيما بينهم، لا تنقض هذه السنة الحسنة وتأتي بسنة أخرى تنقضها، تستورد سنة من بلدان أخرى، من مجتمعات أخرى، وتميت هذه السنة التي عمل بها صدر هذه الأمة وتناقلها المجتمع من جيل إلى جيل ونقلت من الأسلاف. هذه السنة حاول أن تحافظ عليها، هذه العادات والتقاليد
حاول أن تحافظ عليها. كذلك نحن إخواني حينما يكون لدينا عادات وتقاليد وأعراف واحتفالات ربما أحيانا وأفعال توارثناها وهي عادة وعرف صالح وحسن يؤدي إلى التكاتف والتآلف والمحبة بين الناس وتقوية العلاقات فيما بينهم أو تثبيت دعائم دينهم، لا تأتوا بسنة مستوردة من بلدان ومجتمعات أخرى وتميت هذه السنة وتميت هذه العادة وهذا التقليد الذي آثاره حسن. هذا أيضا كلام ينفعنا نحن، بل نحاول أن نحافظ على الأعراف والتقاليد التي تقوي العلاقات فيما بيننا، تحافظ على مبادئنا، تنشر الألفة والمحبة والتكاتف فيما بيننا، ولا نأتي بعادات وأعراف وتقاليد من مجتمعات أخرى غريبة عن عاداتنا وتقاليدنا. ويقول كذلك: ولا تحدثن سنة تضر بشيء من ماضي تلك السنن، تأتي بشيء سنة حديثة وتضر بتلك السنة السابقة التي هي حسنة وصالحة للمجتمع، فإن الضرر كيف سيكون؟ الأجر لأولئك الذين سنوا السنة الحسنة، أنت الذي جئت بهذا العرف وهذا التقليد وهذه السنة التي أضرت بالسنة الحسنة سيكون عليك وزرها. لذلك نلتفت الحاكم وأيضا نحن كمجتمع، إذا كانت لدينا سنة حسنة ماضية نحافظ عليها، لا نأتي بسنة أخرى تضر بهذه السنة وتمحقها. لماذا؟ لأن وزر هذه السنة السيئة سيكون علينا، وأولئك سيكون أجرهم على السنة التي سنوها وهم ينتفعون بذلك الأجر، وأنت الذي جئت بهذه السنة السيئة تتضرر من ورائها. ثم يقول: وأكثر مدارسة العلماء ومناقشة الحكماء في تثبيت ما صلح عليه أمر بلادك وإقامة ما استقام به الناس قبلك. أيضاً الإمام عليه السلام ينصحه بأن يكثر من مدارسة العلماء ومناقشة الحكماء. هؤلاء العلماء والحكماء هم أهل العلم، أهل الرأي السديد، أهل الحكمة، أهل التجربة، أهل الإيمان، أهل الحصافة في الرأي والسداد. هؤلاء يقول أكثر من مجالستهم، أكثر من مدارستهم، أكثر من مناقشتهم، لكي تستثمر علومهم وتجربتهم وحكمتهم وخبرتهم. لماذا؟ لأنهم، وأيضا نلتفت هذا الأمر بالنسبة لنا جميعا، لأنهم أقدر من غيرهم على تشخيص حقائق المصالح والمفاسد. يعني هذا الشيء هل هو فيه مصلحة أم مفسدة؟ من الذي يقدر أن يشخص هذا الشيء يصلح للعباد أم فيه فساد للعباد؟ العلماء والحكماء. هذا الأسلوب من إدارة شؤون البلاد والحكومة والدولة، هل هو صحيح أم لا؟ من هو الأقدر؟ العلماء والحكماء. تشخيص الموضوعات وكذلك ما يتعلق بها من أحكام وغيرها، إنما الأقدر على أن يشخص ذلك من هم؟ العلماء والحكماء. هؤلاء اجعلهم مورد الاستشارة، لا تجعل من تستشيرهم أولئك الذين ليس لهم هذا العلم، الذين لا يستطيعون أن يشخصوا حقائق المصالح والمفاسد ويعرفوا أن هذا الشيء صحيح أو هذا الشيء ليس بصحيح، ولا يعرفون أن يضعوا الشيء المناسب في المكان المناسب. هؤلاء أكثر من مدارستهم، من مناقشتهم، استمع إليهم، خذ منهم، هم أعرف وأقدر على أن يشخصوا المصالح. لا تظن بهؤلاء الذين تستشيرهم وتقول فلان متخصص في العلم الفلاني وفلان يمتلك الشهادة العالية الفلانية وجاء بشهادته من الجامعة الفلانية فهم أقدر من العلماء والحكماء أن يشخصوا هذه الأمور. هؤلاء العلماء والحكماء ينظرون بعين الله، هؤلاء لديهم من الإيمان والورع والقدرة على التشخيص أكثر من بقية أفراد المجتمع وإن امتلكوا شهادات عليا، لأنهم ينظرون بعين الله إلى حقائق الأمور وحقائق المصالح والمفاسد. لذلك عليك أن تكثر من الأخذ من رأيهم وتعتمد على آرائهم وتعمل بآرائهم وتجعل مورد الاستشارة من هؤلاء.
لأنهم أقدر على تشخيص هذه المصالح. إضافة إلى هذا، هذه نقطة مهمة، أن هؤلاء العلماء والحكماء لا يبتغون من إبداء الرأي والمشورة طمعاً في منصب أو موقع أو امتياز أو مال أو شيء دنيوي، إنما يبتغون من ذلك رضا الله تعالى ومصالح البلاد والعباد. بينما الآخرون ربما يقدمون هذا المشورة لكي ينالوا موقعاً أرفع، لكي ينالوا امتيازاً، لكي ينالوا منصباً، لكي ينالوا شيئاً دنيوياً. هؤلاء أخلصوا في رأيهم وفي توجيههم وفي ما يصدر منهم، أخلصوا لله تعالى، لذلك يكون هذا أقرب لما فيه مصالح البلاد والعباد من غيرهم. لذلك يقول الإمام: أكثر مدارسة العلماء ومناقشة الحكماء. لماذا؟ في تثبيت ما صلح عليه أمر بلادك. إذا أردت أن ترسخ صلاح البلاد والعباد وتثبته، ارجع إلى العلماء والحكماء وإقامة ما استقام به الناس قبلك. استقامة وصلاح أحوال الناس ومنهجهم في الحياة يبتني على أن تأخذ من العلماء وتأخذ من الحكماء، لأنهم أعرفوا بالرأي السديد وما عليه استقامة وصلاح العباد. فإذا صلاح البلاد والعباد وصلاح أمور إدارة الدولة والحكم إنما تكون من خلال الإكثار من مدارسة العلماء ومناقشة الحكماء، الأخذ منهم، اتباع توجيهاتهم ورأيهم السديد والعمل بها، حينئذ نضمن هذين الأمرين: صلاح أمر الدولة والبلاد واستقامة أمور الناس. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه. اللهم صل على محمد وآل محمد، ومتعنا بالاقتصاد، واجعلنا من أهل السداد ومن أدلة الرشاد ومن صالح العباد، ووفقنا لطاعة من سددنا ومتابعة من أرشدنا، إنك سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.